هذه أحكام فقهية مختصرة بأدلتها الشرعية عن زكاة الفطر وصلاة العيد. أولاً، زكاة الفطر أوجبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل مسلم حتى لو لم يصم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال: فرض صاعا على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين، من جميع المسلمين.